لهذه الجياد والافراس فتحت اذا البوابات. انطلقت جياد وافراس الانتاج عمره لاربع سنوات فاكثر بمختلف درجاتها في شوط يخصص للخيال السعوديين المتمرنين، مقدار المسافه 1200 متر ومقدار الجائزه 78000 ريال في منافسه هذا الشوط. مشاهدينا الكرام، النجم المضيء يتقدم في المركز الاول ويتبع مباشره هاتريك في المركز الثاني، وأيضا أشاهد محاولات من قبل مطراش على ما يبدو في المركز الثالث. النجم المضيء ما شاء الله تبارك الله بعدد كبير من الأطوال، وعساس في المركز الثالث الآن مع التواجد في خط المستقيم باتجاه خط النهاية. مشاهدينا الكرام، النجم المضيء للمركز الأول وبفارق من الأطوال ما بين وبين هاتريك المئتين متر الأخيرة. النجم المضيء مع يوسف الحصين في هذه الإطلالة وهذا الحضور. إذا يوسف الحصين مع النجم المضيء، النجم المضيء ابن اكستشينج ريت يصادق على الترشيحات ويظهر بقوة ويحضر المركز الثاني. شخوفة ابنة مدلل إذا للمركز الثاني. مشاهدينا الكرام، منافسة الجياد والأفراس المنتجة محليا عمر الأربع سنوات فأكثر